أخي معالي السيد عبد الله علي اليحيى وزير الخارجية دولة الكويت، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء اللجان وأعضاء الأمانة العامة للمجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لمعاليكم على دعوتنا لزيارة بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة ومشاعركم النبيلة والجهود التي تبذلونها لتعزيز التعاون والترابط بين بلدينا بما يحقق مصالحنا المشتركة. معالي أخي العزيز، إن مجلس التنسيق السعودي الكويتي يعكس الاهتمام الذي يليه سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو أمير دولة الكويت حفظهما الله في الدفع بعلاقاتنا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات بلدينا وشعبينا. كما نؤكد على أهمية المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة كمنصة فاعلة ودائر مؤسسية تؤطر عمل البلدين وتدفع بعلاقاتنا للمزيد من التقدم والازدهار. ونؤكد على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الترابط والتقارب والتكامل بين بلدينا وتنامي علاقاتنا الأخوية في كافة المجالات، متطلعين معكم لرفع مستوى التعاون والاستفادة من الإمكانات المتاحة التي تتمتع بها بلدينا بما يتماشى مع تطلعاتهم التنموية والطموحة. نتطلع خلال اجتماعنا اليوم إلى الخروج بمجموعة من النتائج والمبادرات ذات القيمة المضافة والتي ستعزز مسيرة المجلس وتعكس الأهداف المنشودة. فالمبادرات المنبثقة عن اللجان الفرعية للمجلس في كافة المجالات بلغت 50 مبادرة، وسنبذل ما بوسعنا لجعلها واقعا ملموسا وفق الإطار الزمني وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ تلك التوصيات والمبادرات. ختاما، أجدد الشكر والتقدير لمعاليكم على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المميز لهذا الاجتماع المثمر. كما تقدم بالشكر الجزيل لممثل الأمانة العامة والوزارات المشاركة وفرق العمل في البلدين على الجهود المبذولة في تنسيق أعمال المجلس والسعي لإنجاح اجتماعنا. ونؤكد على استمرار بلدينا بإذن الله على هذا النهج للتأسيس مستقبل زاهر يتخلل مزيد من الإعزاز بما يحقق رؤانا الطموحة. سائلنا المولى القدير أن يكلل مساعينا بالتوفيق والنجاح لما في خير بلدينا وشعبينا الشقيقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.